بها الساعة تقريبا 12 عندما منتصف الليل قام الطيران الروسي بشن عدة غارات استهدف من خلال هذه المنطقة. طبعا هناك إصابات ما يقارب 20 إلى 15 إصابة، وقام الدفاع المدني بانتشال امرأة طبعا فارقت حياة شهيدة. استمر العمل تقريبا إلى ما يقارب الساعة 12 بسبب حجم الدمار. طبعا على ما يبدو أن القنابل التي استخدمها هي قنابل ارتجاجية واستهدفت نفس النقطة طبعا ثلاث غارات متتالية، واستهدف فرق الدفاع المدني عند عملها على إجلاء المصابين.